والآن وصلنا إلى أخبار الطقس مرة ثالثة وأخيرة مع مصطفى ميزار. من جديد شكرا إلهام نمر وشكرا ياسر عبد الستار، وأهلا بكم متابعينا الكرام في جولة ثالثة وأخيرة نستعرض فيها درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء والصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 21، يكون الجو فيها مائل للحرارة. في الإسكندرية 27-21 أيضا الجو فيها مائل للحرارة. في مطروح 26-19 يكون الجو معتدل. أما عن بورسعيد 27-22 مائل للحرارة، والإسماعيلية 29-21 يكون الجو فيها أيضا مائل للحرارة. بالنسبة إلى محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 29 درجة والصغرى 22، يتسم الجو فيها بالحرارة. العريش 27-22 مائل للحرارة. في طابة 27-23 مائل للحرارة. في شرم الشيخ 32-25 يكون الجو فيها حار. في الغردقة 31-25 ويكون أيضا الجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 35 درجة والصغرى 23، يكون الجو فيها حار. في أسوان 36-24 يكون الجو حار. في الوادي الجديد 33-20 يكون الجو حار. في شلاتين 36-25 يكون الجو حار. وأخيرا في حلايب 33-25 يكون الجو فيها حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.